طيب شباب، اليوم إن شاء الله بدنا نبدأ في المحاضرة الثانية. حنبدأ يعني بعد المحاضرة الأولى كانت تعريفية، فالآن بدنا نبدأ في الدروس بشكل مباشر. في أنتوا عندكم السلايد ظاهر أمامكم، في يفترض إنه في المكان هذا في عندكم زر في 4 أسهم في اتجاهات مختلفة. لو وبعرض لك السلايد على ملء الشاشة، فبالتالي بتشوفها بشكل أكبر وبشكل أوضح. أوكي؟ تمام؟ طيب، إحنا فعلياً المرجع هذا اللي هو من يعني هذه السلايد تبعت كتاب المتنور في العمل الحر، بيشرح بعض المفاهيم. إحنا هنشرح منه جزئيات بالإضافة لمصادر أخرى. طبعا السلايد والكتاب موجودة عندكم في المراجع على المودل، ممكن ترجع لها بشكل مباشر. بالمناسبة الكتاب هذا عمل مشترك بين ميرسي كور والجازا سكاي جيكس والسكاي لانسرز اللي هي أكاديمية العمل الحر. هذا الكتاب نسخة 2019، وزي ما ذكرت رح يعني نعتمد عليه بشكل رئيسي بالإضافة لمراجع أخرى. طيب، في هذا الدرس اليوم احنا ايش حنركز؟ خلينا نبدأ بالترتيب زي هيك، انه رقم 1 حنحكي على مفهوم الحرية في العمل الحر، ليش سميناه عمل حر؟ وين الحرية اللي فيه؟ تمام؟ حناخذ مفاهيم ومصطلحات مهمة. رقم 2 كذلك حناخذ انه حقائق وارقام، يعني قديش الناس انه هي بتشتغل كفريلانسر، هل في ناس كتير بتشتغل كفريلانسر ولا لا؟ وبعدين بدنا نشوف انه طب ماشي، في ناس كتير بتشتغل فريلانسر، انا اشتغل وظيفة عادية ولا اشتغل عمل حر؟ تمام؟ وبعدين ان شاء الله بدنا نحاول انه نحكي انه ايش هي متطلبات العمل الحر عبر الانترنت. طبعا هذا كله الباب الاول، احنا مش راح نقدر نخلص هاي النقاط كلها في هاي المحاضرة. راح نحكي على المفاهيم ومفهوم الحرية، تمام، وراح نحكي على حقائق وأرقام. هدول الثلاث نقاط إن شاء الله نقدر إنه إحنا نخلصهم اليوم. أوكي؟ طيب، أهداف الباب الأول هو بيحكي على إنه مقدمة للعمل الحر. بعد ما نخلص هذا الباب من الكتاب، يعني بطبيعة الحال إنه راح نفهم أهمية العمل الحر على الإنترنت، لأنه تفضل افتح المايك. زكريا صقل سكر المايك. اوكي، فنحكي في الباب الاول انه اهمية العمل الحر عبر الانترنت. هل هو بالنسبة لي خيار ولا خلص شغلة ما فيش مفر منها؟ ولا نحكي بشكل يعني دقيق اكتر انه هذا الترند مش عنا بس بسبب وضعنا الاقتصادي، انه هذا الترند عالمي. هو فعليا هيك، هو فعلا الترند عالمي. سوق التوظيف اتغير عما ذي قبل، يعني تغير عن السابق. بطل انه مفهوم الوظيفة التقليدية او الوظيفة الثابتة، صار في مفهوم انه يكون في عندي مشاريع بروجكتس، والبروجكتس هذه انه بيصير فيها كونتراكت فيكست تيرم، انه لمدى محدد 4 شهور 5 شهور لإنجاز المهمة المطلوبة وخلاص. فبالتالي إنه ما بكون أنا برتبط بموظف واحد، خلص بجيب الموظف الأمهر لوظيفة معينة. ففعليا هذا عبارة عن ترند. فبالتالي بعد الفصل هذا يعني يفترض إنه يترسخ عنا هذا المفهوم. تمام؟ الآن بعد ما يعني برضو من الأهداف إنه إحنا بعد ما نعرف العمل الحر ونشوف شو الفرق بيناتها، يعني بينه وبين انواع الاعمال الاخرى عفوا، يعني بعد ما انه انا اتعرف على مفهوم العمل الحر راح اقدر انه انا افرق بينه وبين الاعمال الاخرى. طبعا هذا هو الهدف الثاني
الشغلة الثالثة إنه لازم أتعرف على إيجابيات وسلبيات العمل الحر. أكيد الشيء بطبيعة الحال مش كله إيجابي، ومش هو يعني إنه يعني ألمع لك إياه إنه أقول لك إنه العمل الحر وما فيش غيره وكل الأمور هذه، لا، في سلبيات. لكن أنت بدك تنظر للأمر بكيف، بطريقة إنه أنت بدك تعمل تخطيط لمسيرتك المهنية. يعني أنت من الآن بعد 10 سنوات وين شايف حالك؟ بدك تفكر انه انت على سبيل المثال تشتغل لمدة 5 سنوات كفريلانسر، وبعديها تشتغل مثلا وظيفة عن بعد، ولا تفتح بزنس خاص فيك، ولا كيف بالضبط؟ فبالتالي هذا الكلام بيساعدك على التخطيط لمسيرتك المهنية، انه انت خلاص انا بعد 15 سنة مش راح اكون قادر ان انا اشتغل كفريلانسر اني مور بعد الان. فبالتالي بدك تشوف ايش الخيارات المتاحة لك. فبالتالي بدك تتخيله انه هو كطريق زي هيك، تمام، في نهايته بده انه انت تتفرع عدة افرع، وبرضه ممكن تستمر تضله انه احد المسارات انه انت تضلك برضه شغال كفريلانسر، خاصة في مجال الاستشارات، بعد ما تصل لخبرة معينة، يعني بعد فترة معينة من الزمن، تمام. الآن برضه من ضمن المفترق هذا، برضه في عندنا هنا إنه القدرة على التفرقة بين العمل الحر وريادة الأعمال، لأنه فعليا إنه ريادة الأعمال شغلة مختلفة عن العمل الحر، لكن ممكن تكون أحد الشغلات أو المسارات اللي موجودة في نهاية الطريق تبع العمل الحر. ليش؟ لأنه فعليا أنت بعد ما تحتك في السوق وتتعرف على الزبائن وتعرف ايش متطلبات السوق وايش متطلبات الزبائن، الا ما تلمع في مخك او تضوي في مخك لمبة معينة انه طب ما انا ليش ما اعمل كذا، في احتياج معين لمنتج معين والمنتج هذا مش موجود، ليش ما اعمله انا؟ فبالتالي ممكن انه انت تصير رائد اعمال بعد ما انت تصير يعني تشتغل فترة طويلة في العمل الحر، بتكون انت فعلا اكتسبت الخبرة كتير كتير مهمة راح تساعدك في ريادة الأعمال. لكن في نهاية هذا الفصل يعني مرحليا إنه لازم إنه نقدر نفرق بين العمل الحر وريادة الأعمال، تمام؟ أوكي، أنا اقتنعت بدي أشتغل عمل حر، راح يكون عندنا أهداف. أحد أهداف هذا المساق إنه شو هي متطلبات العمل الحر؟ كيف بدي أشتغل أنا يعني شغل عمل حر؟ تمام، وبدنا نتعرف على ايش هي المجالات اللي انا ممكن اشتغل فيها. طبعا هذا احد اهداف المساق، انه ممكن اشتغل في مجال الترجمة، مجال التصميم الى اخره من الشغلات هذه. فهذه هي كلها اهداف المساق او اهداف الباب الاول اللي هو المقدمة في العمل الحر. نيجي الان لحقائق وارقام. طبعا في عندنا حقيقة مرعبة ومحزنة، انه فعليا انه في السنوات الاخيرة انه خريجي الجامعات بعد التخرج صار في تكدس في الخريجين، وبطل انه في عنا فرص عمل بتكفي كل هذا الكم من الخريجين. وهذا الكلام يعني بتقدر تعتبره في دول كتير يعني موجودة، يعني في دول الجوار، مش بس في دول الجوار، في دول كتيرة كذلك حتى اقتصادياتها انه متقدمة. يعني السبب في الموضوع انه مش بسبب انه والله انه ما فيش اقتصاد اصلا، او الاقتصاد متردي في البلد، او الاقتصاد ضعيف، بس برضو كذلك انه في سبب تاني، في عامل تاني انه بيخلي انه سوق التوظيف اصلا هو اختلف. يعني هذه برضه شغله كتير مهمه. فبالتالي انه هذه احد العوامل اللي بتدفع باتجاه العمل الحر. فبالتالي انه كل هدول الشريحه اللي بتعاني من البطاله ما لها اي خيار الا انه هي تتوجه، انه بدل ما انه هي مش لاقيه شغل في المنطقه اللي هي فيها، انه هي تلاقي شغل عن بعد وانه تشتغل كفريلانسر. طيب الان نيجي لمنصات العمل الحر. طبعا بدنا نشوف ايش هي المزايا اللي بتوفرها
منصات العمل الحر. عندنا يعني حنيجي برضو لتعريف مصطلحات تانية، إيش هو الفريلانسينج أصلا وإيش هو العمل الحر. هو فعليا عبارة عن مكان ظاهري للاجتماع بين المستقلين والعملاء، المستقلين اللي هم الزبائن يعني، وعفوا المستقلين هم الفريلانسر يعني، والعملاء اللي هم الكلاينتس الزبائن. فبالتالي لازم يكون في عندي مكان بقدر من خلاله انه انا كفريلانسر اقدر يعني الاقي الزبائن، وفي نفس الوقت انه والعكس صحيح، انه لازم يكون في مكان عند الزبائن انه لو بدهم فريلانسر ينجز لهم شغلة معينة انه يروحوا عليه عشان يوجدوا الفريلانسر المناسب. فبالتالي هي عبارة عن منصة للالتقاء بين الكلاينتس والفريلانسرز. الشغلة الثانية إنه أكثر أمانا. فعليا أنا لو بدي أشتغل إنه أنا كفريلانسر بدي أخذها من وجهة يعني من وجهتي نظر، اللي هي الوجهة الأولى اللي هي وجهة نظر الفريلانسر. أنا لما بدي أشتغل كفريلانسر، أنا الزبون هذا ما بعرفه ولا عمري تعاملت معاه ولا بثق فيه، بعرفش إنه هل لازم أثق فيه ولا لا. فبالتالي التعامل معاه مباشرة يعني بتجيني هواجس، يعني هل حيدفع لي فلوس مش حيدفع لي فلوس، هل الاشي اللي طالبه يعني انه تقديره بالطريقة هذه انه كان واضح ولا مش واضح، ولا حيصير مثلا في تغيير في الاشياء اللي حيطلبها. برضو كذلك بالنسبة للكلاينت، الكلاينت لما بده يجي يختار فريلانسر حيقول انه انا الفريلانسر هذا عمري ما يعني ما بعرفه ولا عمري تعاملت معاه، فبالتالي هل فعلا حينجز لي الشغل المطلوب ولا حيغلبني. فبالتالي لازم يكون في عندي آلية لاختيار الفريلانسرز هذول. فبالتالي انه فرضا انه الفريلانسر هذا انا دفعت له فلوس وراح ما عمل ليش الشغل، وبرضه الهاجس هذا موجود عند الفريلانسر. الفريلانسر حيقول طب فرضا انا اشتغلت الشغل للزبون والزبون ما ادانيش مقابل لهذا الشغل. فبالتالي انه لازم تتوفر عندنا منصة تشتغل كوسيط، بيكون في بيناتنا كونتراكت عقد، وفعليا انه انا بكون فيها كفريلانسر بطمن انه اول ما يصير في كونتراكت انه الفلوس المستحقة بياخدوها من الزبون وبتصير عند المنصة. المنصة ما راح تعطيها للفريلانسر إلا إذا تم إنجاز العمل. فبالتالي أنا بكون يعني مرتاح كفريلانسر، وكذلك الكلاينت برضه بيكون مرتاح بطريقة إنه هو أصلاً يعني الفلوس اللي حيدفعها هو مطمن مش حتروح مباشرة للفريلانسر، يعني حتروح للمنصة تمام، والمنصة حتعملها هولد لغاية ما يخلص الشغل وبعديها بتحاسب الفريلانسر إذا أنا كنت راضي على الأمر. بالإضافة إنه المنصة ممكن تلعب دور وسيط يعني في فض النزاعات لو صارت يعني لا سمح الله. الشغلة الثالثة اللي بتمثل أهمية المنصة إنه هي من خلالها أنت بتقدر إنه أنت تبني سمعة على الإنترنت. طبعاً إحنا كفريلانسر إنه شو رأس مالنا غير السمعة؟ يعني انت بدك تيجي تقول انه انا بدي افضل واحد في الاندرويد، كيف بدك تثبت انه انت افضل واحد في الاندرويد؟ انا والله لا اشتغلت 4 مشاريع اندرويد قبل هيك، تعال شوف البروفايل تبعي. فبالتالي انت في المنصة فعليا بتقدر تبني بروفايل تمام، ويعني زباين تانيين حيقدروا يجدوك بسهولة. فبالتالي انه هذه الشغلة كتير مهمة. كذلك السمعة على الإنترنت مش بس للفريلانسرز، للزبائن كذلك. فبالتالي إنه أنا كفريلانسر بدي أجي أختار زبون معين بدي أشوف شو سمعته على المنصة هذه، هل هو بيغلب كتير، هل إنه متطلباته واضحة ولا دائما بغير في كلامه. فهاي الشغلة كتير مهمة. فتلخيصا للأمر إنه المنصات العمل الحر بتوفر العديد من المزايا، يعني ينصح بشدة انه انت اي شغل انه انت تخليه من خلال المنصة، انه انت ما تشتغل مباشرة يعني في البدايات خصوصا ما تشتغل مباشرة مع زبون، انه انت تشتغل معاه من خلال جيبه على المنصة. ليش؟ لانه بتسهل التواصل،
انت مش حتشتغل مع حدا الفريلانسر او الزبون بس، حتقدر انه انت تلاقي غيرهم كتير، اكتر امان، وبتقدر انه انت تبني سمعة للشغل تبعك، فبالتالي انت بتقدر تثبت انه انت فعلا اوريدي اشتغلت. طيب نيجي لمفهوم العمل الحر. العمل الحر بدنا نشوف التعريفات تبعته، تمام، انه لا يتضمن الالتزام مع اي جهة على المدى الطويل، هذه اول نقطة. هو اسلوب عمل بتمتع الشخص باستقلالية تامة، تمام. ونضرب مثال لهدول الشغلتين، يعني على سبيل المثال انه انا لو بدي اشتغل كنجار، يعني انا فعليا كنجار عندي مهارة الصنعة، انه انا بقدر اعمل اثاث، وفي عندي يعني مهارات معينة، وانا فعليا مش ملتزم مع حدا معين، انا بقدر احدد. يعني انا والله اجاني زبون، والله ارتحت له بشتغل معه، ما ارتحت له ما بشتغل معه، فبالتالي انا بقدر انه انا احدد مع مين بدي اشتغل، وما عندي التزام مع اي حدا بالمرة، مش زي الوظيفة التقليدية. الوظيفة التقليدية انت بيكون في عندك التزام مع الشركة هذه، انه انت لازم تداوم فيها ولازم تعمل يعني الاعمال اللي مطلوبة منك او اللي بتطلب منك في هذه الشركة. لكن هنا انه في العمل الحر ما في التزام مع جهة معينة على المدى الطويل، لأنه لو صار مدى طويل أنت بتصير تشتغل أنه خلاص، يعني بتصير أنه أنت زي وظيفة تقليدية، أنه أنت ملتزم على المدى الطويل مع جهة معينة، وبتصير إيش ما بدها الجهة هذه أنت بدك تنفذ، تمام؟ مثال تاني غير عن النجار، اللي هو يعني سائق سيارة التاكسي. سائق سيارة التاكسي هو بيكون في عنده الخيار، أنه على سبيل المثال أنه أنا اليوم بدي أطلع أشتغل، بدي أشوف ركاب وأوصلهم، بكرة لا أنا مش طالع. وأنت في نفس، يعني أنا اليوم وأنا ماشي في السيارة، والله الراكب هذا مش كتير إنه عاجبني، مش حركبه في السيارة، فبالتالي ما في عندك أي التزام بالمرة مع أي حدا، تمام، ولا في الأوقات اللي أنت بدك تشتغل فيها. أنا ما بحب أشتغل في الفترة الصباحية، أنا بدي أشتغل في المساء بس، أو اليوم بدي أشتغل المساء وبكرة بدي أشتغل فترة الظهر بس، فانت بتحدد، ما في التزام بالمرة، وانت اللي يعني قرارك في ايدك، فبتتمتع باستقلالية تامة، ما حدا بيقول لك مع مين تشتغل ولا تشتغل بأوقات معينة، فبالتالي هذا هو مفهوم العمل الحر، هذه هي مفهوم الحرية اللي احنا بنقصدها في العمل الحر، تمام؟ فبالتالي انت ممكن تشتغل كمدرب او استشاري او في التجارة، بتاجر مع مين ما بدك، او اعمال حرة. الاعمال الحرة اللي هي اللي ذكرناها، انه انت تشتغل كنجار، كحداد، كسائق تاكسي، فهذا هو المفهوم الواسع للعمل الحر عبر الانترنت. طيب نيجي الان للعمل الحر بس وين؟ على الانترنت. هو نفس هذا الكلام، ولكن شو الفرق؟ انه الفضاء اللي انت بتعمل فيه تنجز فيه أعمالك بيكون من خلال الإنترنت، فبالتالي طبيعة الأعمال اللي أنت بتشتغلها يمكن إنجازها عبر الإنترنت، فبالتالي أنت فعليا شغلة يمكن إنجازها عبر الإنترنت، يعني الترجمة مثلا على سبيل المثال اللي أنت حتسلمه نص مترجم، فبالتالي يمكن إرساله عبر الإنترنت. أنت بتشتغل كمبرمج، الكود اللي أنت بتكتبه ممكن تسليمه عبر الإنترنت، أو السوفت وير، بلاش الكود، يعني أنت بدك تسلمه برودكت في الآخر، الـ APK تبع الموبايل أبليكيشن أو الـ EXE أو البرودكت نفسه، إنه كباكج بتقدر إنه تعملها يعني ترسلها عبر الإنترنت، فبالتالي يعني العمل الحر عبر الإنترنت هي أي عمل ممكن يخطر في بالك ويمكن إنجازه عبر الإنترنت، تمام؟ يعني على سبيل المثال انه انا بدي اجي اقول لك والله سائق التاكسي، هل بيقدر سائق التاكسي يوصل الناس على الانترنت؟ لا بطبيعة الحال. ففي وظائف ما بينفع انه انت تشتغلها عبر الانترنت، لكن في وظائف تانية بتقدر انه انت تنجزها عبر الانترنت، وهذا هو مفهوم العمل الحر عبر الانترنت. باختصار شديد هو نفس العمل الحر، ولكن انه طبيعة الاعمال انه هي تنجز على الانترنت. اوكي طيب
يبقى إحنا عرفنا تعريف المنصة، وفهمنا مفهوم العمل الحر، تمام؟ هذا خلصنا وهذا خلصنا. نيجي للفريلانسر. مين هو الفريلانسر؟ ببساطة شديدة جدا هو الشخص اللي بيشتغل بنظام العمل الحر عبر الإنترنت. فعشان هيك أنت هتلاقي تعريفات كثيرة، هو الشخص أو أشخاص، هو الشخص القادر، تمام؟ نشوف قادر على إيش وإيش إيش الخصائص تبعته. الذي يعمل من خلال بيع خدمات التي يمكن إنجازها وتسليمها من خلال الإنترنت. هذا الكلام إحنا اتفقنا عليه. الفريلانسنج عبر الإنترنت أي حاجة يمكن إنجازها عبر الإنترنت. طبعا في نظامين، في نظام الساعة وفي نظام المشروع. عندنا هنشوف فيما بعد انه انت اي نظام تختار، هل هو يعني بيعتمد على طبيعة الشغل المطلوب منك ولا كيف تختار، مين افضل لك هذا ولا هذا. لكن يعني مرحليا ممكن انه انت يعني تعرف انه انت في مطلوب منك، او عفوا في انت عندك نوعين من طريقة العمل، انه انت ممكن تشتغل بنظام الساعة. انت تقول والله الريت تبعي 15 دولار في الساعة، فبالتالي أنت طلبت مني شغل 10 ساعات، فبالتالي 10 في 15 $150. أو إنه مشروع، أنت تيجي إنه أنت تشتغل بالقطع، إنه هذه التاسك كلها على بعضها بتكلفك $350. أخذت منك 10 ساعات، أخذت منك ساعة واحدة. هذا مش هذه البوينت. البوينت إنه الشغلة اللي بدك تسلمها تكلفتها انه 350، اوكي تمام. طبعا هذه الطريقه انه بتصير انت بتتنقل بين الكلاينت بدل ما انت تاخذ راتب منتظم. يعني نرجع لمفهوم العمل الحر، انه انت يعني نجار تعمل لواحد خزانه، تعمل للثاني مكتب، تعمل لواحد ثالث طاوله، فبالتالي انت بتتنقل بين الزبائن عشان تحقق دخل بدل ما يكون في عندك راتب منتظم. طبعا عشان تحقق دخل لازم يكون في عندك القدره على التشبيك والعمل مع عدة عملاء، مع عدة زبائن. طبعا هذه الشغلة بطبيعة الحال انت ما بنفع انه انت كفريلانسر تيجي تقول انا والله عندي زبون واحد خلاص انا مش فاضي. لازم يكون في عندك 2 3 4 ماكسيموم على اقصى تقدير، يعني ان صح التعبير، وتشتغل فيهم مع يعني تشتغل معهم عن بعض، مع بعض يعني. لازم يكون في عندك القدرة انه انت ترتب وقتك على هذا الأساس وتنظم نفسك على هذا الأساس. ما بنفع إنه أنت تيجي تقول إنه والله معايا زبون واحد بس ولما أخلص ساعتها بدي أدور على زبون تاني. هذا الكلام ما بنفع. لازم إنه يكون في عندك 2 3 في نفس الوقت. طبعا ما بنفع إنه أنت تاخذ أكثر من هيك، يعني يكون في عندك 7 أو 8 زبائن، بصير إنه أنت أصلا مش راح تقدر تنجز فيهم، لأنه حيصير كم الشغل المطلوب منك كتير، تمام؟ طيب نيجي نشوف تعريف تاني للفريلانسر. يبقى هنا حكينا انه هو الشخص، هنا الاشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص. ايش بيقدموا؟ خدمات يمكن تسليمها عبر الانترنت زي الكتابة، ذكرنا انه ممكن تسليمها على الانترنت، برمجة، تصميم، دون الالتزام مع صاحب عمل واحد ثابت. لو ثابت خلاص بتبطل فري، انت بتبطل عندك حرية، بتصير ملتزم مع واحد. كذلك هنا هو الشخص القادر على تقديم الخدمات بشكل مستقل بدون الالتزام مع شركة واحدة. هنا احنا بنحكي انه انت بتلتزم مع افراد، هنا انه انت بتلتزم مع شركات، هي نفس المفهوم. وكذلك هنا بنركز انه الخدمات هذه بتكون قصيرة الاجل، لانه لو صارت طويلة الاجل انت بتنتقل، بتصير من فريلانسر تشتغل عن بعد. يعني انت بتصير ملتزم مع شركة واحدة، تمام؟ وبالتالي انت بتصير انه انت بتشتغل معاها عن بعد، مش انه انت تشتغل كفريلانسر وبتتنقل من عدة زبائن، من زبون لزبون يعني، تمام؟ فبالتالي التركيز هنا انه قصيرة الأجل مع العملاء. يبقى هنا يمكن يعني يشار الى المستقلين انه هم متعاقدين contractors، تاخذ وظائف عقود قصيرة الأجل مع العملاء بدل ما يكون انه راتب منتظم. فبالتالي طبيعة الدخل تبعها انه ما فيش راتب منتظم، انه هي بتحقق دخل من عدة عملاء والشغل معاهم بيكون قصير الأجل. طبعا
بطبيعة الحال هذه النقطة ذكرناها إنه أنت بتقدر فعلا تشتغل مع عدد قليل من الزبائن في نفس الوقت، ما بتقدر تشتغل مع عدد كبير من الزبائن لأنه فعليا مش راح تقدر تديرهم ولا تلبي احتياجاتهم، يعني أكيد إلا ما تقصر مع يعني جزء منهم. لكن إذا كان عندك يعني عدد قليل من الزبائن تقدر إنه أنت تتبع معاهم، وحكينا ما بنفع إنه أنت كفريلانسر إنه يعني عمليا إنه أنت يعني هو نظريا بنفع، لكن ما بنفع عمليا أنت تجي تقول أنا والله معايا زبون واحد مش هاخد زبون تاني، ولما أخلص بدور على زبون تاني. طب أوكي أنت خلصت، لما تيجي تدور على زبون تاني ممكن البحث على زبون تاني يستغرق يعني يوم يومين أسبوع أسبوعين، هل هذه الفترة أنت بدك تضلك بدون شغل؟ فعشان هيك يعني مهم جدا انه انت تشبك مع عدة زبائن في نفس الوقت، وبتبدل بين المشاريع وتلتزم بجدول زمني محدد. اوكي، فبالتالي هيك احنا وصلنا للمفهوم الثالث اللي هو الفريلانسر. يبقى عرفنا المنصة، شفنا ايش اهميتها، شفنا ايش مفهوم الحرية في العمل الحر، وشفنا مين هو الفريلانسر. هذه المفاهيم أساسية بالنسبة لإلك عشان أنت فعلا تتشرب مفهوم العمل الحر، وأنه أنت يعني هو شوف بصراحة شديدة جدا جدا، إذا ما كان عندك القدرة والدافعية أنه أنت تدير نفسك بنفسك فأنت مكانك مش هنا، يعني أنت ما بنفع أنه أنت تشتغل كفريلانسر. لأنه إذا كان نمط شخصيتك أنه أنا لا بدي يكون في واحد مدير علي ويقول لي إيش أشتغل وإيش ما أشتغلش، وإذا ما حكليش أنه أعمل حاجة خلص بضلني قاعد وساكت على المكتب، أنت ما بتنفع فريلانسر. فلا، الفريلانسر أنه لازم أنه يعمل هاي الشغلات كلها بنفسه، وهذا الكلام حتلاقيه في هذه السلايد. فعليا الفريلانسر هي عبارة عن شركة من شخص واحد، والشخص هذا بيكون مسؤول عن كل حاجة، كل المهام المتعلقة بالشركة هذه. يبقى هو بيشتغل في الشركة هذه كسكرتير، وبرضه بيشتغل فيها في المالية، في تنظيم يعني في الأمور المالية، في استلام الدفعات المالية وفي التحويلات وكل الأمور هذه. وكذلك هو بيشتغل فيها في البرمجة، وكذلك هو نفسه اللي بيشتغل فيها في ترتيب المواعيد وكل الأمور هذه. فبالتالي أنت عادة الشركة عندك بيكون في عندك قسم للهيومن ريسورسز هو المتعلق بالعقود، وقسم تاني للمالية هو يعني المتعلق ب أو المهام تبعته أنه يدفع رواتب للموظفين، وكذلك أنه يقوم بعمليات البيع والشراء المتعلقة بالمؤسسة هذه، تمام؟ وفي عندك هنا قسم للتسويق والمبيعات، تمام؟ فبالتالي انت كفريلانسر بدك تعتبر نفسك شركة مكونة من شخص واحد، وانت اللي بدك تعمل التسويق، وانت اللي بدك ترتب العقود، وانت اللي بدك تعمل على استلام الاموال، وانت بدك تنظم الوقت، وانت اللي بدك تعمل التصميم، وانت اللي بدك تبرمج، وكل هذه الامور كلها انت بدك تسويها بنفسك. اذا ما كان عندك القدرة ان انت تسوي الشغلة هذه ارجع بكرر لك انت مكانك مش هنا. اوكي، طيب. أنا بس عمالي بشوف في السلايدات. أوكي، طيب ممكن ناخذ لغاية سلايد 11. طيب، تشتغل حر نفسك ولا تتوظف عن بعد؟ في فرق بيناتهم؟ أكيد طبعا في فرق بيناتهم. الفكرة بين التوظيف عن بعد إنه أنت بتشتغل عن بعد، او انه انت بتشتغل كفريلانسر. مفهوم الفريلانسر انه في حريه، انت بتختار زبون، هذا زبون لا ما بديش اياه بيغلب، هذا زبون انه والله انا حكيت معه وتفاوضت معه بس غلبني في الدفعات الماليه، قال انه شو يعني ما قدرش الشغل بشكل صحيح، فبالتالي انا مش، لا يفتح الله مش هنشتغل مع بعض.
تمام؟ فهنا في حرية، وحكينا إيش هو مفهوم الحرية، وأنت بتتنقل بين الزبائن. لكن العمل عن بعد هو فعليا إنه أنت يعني بتشتغل في شركة، والشغل في الشركة هذه إنه يعني زي الشغل في الشركة التقليدية، ولكن الفرق الوحيد إنه الشركة بتكون في مكان والموظف بيكون في مكان بعيد تاني، وأنت بتداوم عن بعد، فبالتالي أنت في عندك دوام، ساعات محددة للدوام، تمام؟ وفي أنت عندك يعني أنت ملتزم معاهم وبتداوم معاهم عن بعد، وبتسوي الشغل اللي بيطلبوه منك، ما في عندك حرية ولا اختيار، تمام؟ فبالتالي هنا الفرق الوحيد زي ما ذكرنا إنه الطرف المشغل بيكون في دولة أو مدينة تانية، وأنت موظف بتقوم بالمهام اللي بدهم إياها، فبالتالي براتب محدد، وبتكون مقيد بالوظيفة في ساعات عمل محدودة أو دوام محدد، وإذا بدك تاخذ إجازة بدك تبعت لهم وتاخذ منهم إذن، تقول لهم يعني يا جماعة عن إذنكم إنه يوم كذا ويوم كذا في يعني عندي ظرف معين مش حكون موجود. فهذا هو العمل عن بعد. الآن العمل عن بعد إحنا اتفقنا إنه هو مش العمل الحر، لكن زي ما اتفقنا، فاكر الطريق اللي انا حكيت لك انه انت بتشتغل كفريلانسر، بعديها هتلاقي حالك انه انت وصلت لمفترق الطرق. هجيت مفترق الطرق هذا، انت بدك تحدد انه والله بدي اشتغل عن بعد لشركة، ولا بدي اكون رائد اعمال، ولا بدي يكون في عندي البزنس الخاص فيا، ولا بدي افتح شركة خاصة فيا ايجنسي، وبدي اصير اشتغل كبروكر، ولا شو بالضبط. فبالتالي هنا ممكن يكون احد المسارات انه انت تشتغل مع شركة محترمة عن بعد، وتكون انه راتب كتير كويس، وبتكون انت ملتزم معها. هذا ممكن يكون نهاية المطاف في مسيرتك المهنية، لكن فعليا بعد ما انت تكون فعلا اشتغلت وحسنت السي في تبعتك، تمام، وصارت في عندك مؤهلات معينة وكل هاي الامور. طيب مفهوم الحرية بدنا نلخصه هنا في السلايد. احنا الكلام ذكرنا يعني بين السلايد عشان نوضح مفاهيم تانية، بس هنا كنقاط محددة. انت قادر على اختيار المشاريع، يبقى هنا في عندك حرية في اختيار المشاريع، في عندك الحرية في اختيار اوقات العمل. زي ما ذكرنا، انت بكرة بدك تسرح بالسيارة وتركب ركاب او ما بدكاش. انا اليوم والله بدي افتح منصة العمل الحر وادور على زباين تانيين، ادور على شغل. اليوم لا، ما بدي افتح، يعني ما بدي اعمل بيدنج لبروجيكتس. فبالتالي برضو عندك حرية في اوقات العمل. اماكن العمل انت في عندك حرية فيها. لو انت كنت موظف بوظيفة تقليدية، خلاص مطالب انه انت يعني تداوم في مقر الشركة او في المستودع او في المخزن تبعها او في مكان محدد. لكن انت كفريلانسر انت عندك الحرية انه انت تنجز الاعمال وين ما بدك. بدك انت والله تنجزها في البيت، اوكي فليكن. بدك انه انت تنزل على كافيه، تمام، وتغير جو وتاخد اللابتوب معك وتشرب قهوة وتنجز لك يعني اكم من تاسك هناك، برضو بيصير. فبالتالي هنا في عندك حرية في اختيار مكان العمل، تمام. برضو كذلك انه عندك القدرة انه في اختيار العملاء والكلاينتس اللي انت بدك تشتغل معاهم. يعني برضو هنا هذه انه كطبيعة مشاريع، انه انا يعني بدي اختار هنا مشروع اندرويد، اوكي تمام، مشروع مثلا فلاتر ما بدي، لا تمام. فانا بحكي هنا عن طبيعة مشروع بغض النظر عن الكلاينت. فبالتالي هنا انا بحكي عن الكلاينت نفسه. فبالتالي ممكن يكون انت عندك هنا كلاينت معين يجي يطلب منك مشروع اندرويد تقول له تمام، ويجي يطلب منك مشروع فلاتر تقول له لا. هذا الكلام بتعلق بالنقطة هذه، الاعمال المشاريع والاعمال. لكن الكلاينت نفسه هنا، انت الكلاينت نفسه دكتور بالنسبة للسماعات الصوت رايح، صوتك رايح للطلاب كله هيكم. طيب اوكي هيك واضح. من عند وين راح؟ اوكي انا هرجع هلخص النقطة هذه يعني بسريعة. الان حرية الاختيار من ناحية الزبائن والكلاينتس، انه الكلاينت هذا زي ما ذكرت لك انه بيغلب في الدفع، هذا الكلاينت دائما متطلباته مش واضحة، دائما بيغير يعني الشغلات اللي بده اياها في الشغل، فبالتالي انا خلاص ما بدي اشتغل معاه بغض النظر عن طبيعة المشروع اللي حيطلبه معي.
تلخيصا للموضوع، يعني عشان اذا كان الصوت راح، مفهوم الحرية تتلخص في 4 شغلات. انت في عندك حرية في اختيار المشاريع. والله انا بحب اشتغل مع مشاريع ويب، بحبش اشتغل مع مشاريع اندرويد، او قليل بشتغل اندرويد مثلا او موبايل ابليكيشن. اوقات العمل انت بتحدد. انا والله زي يعني زي ما حكيت لك انه انت عندك الحرية الكاملة انه انت يعني تنزل اليوم على منصة العمل الحر اونلاين، يعني تفتحها اونلاين وتدور على الزبائن وتعمل بيدنج لبروجكت، او لا انه انت ما تشتغل اليوم هاي الشغلة. كذلك اماكن العمل، انت عندك الحرية، بدك تنجز العمل المطلوب منك من البيت فليكن، بدك تروح على كافيه معاك اللابتوب وتشرب قهوة وتغير جو وتنجز المهمة فليكن، تمام. الاشخاص والشركات اللي انت بدك تشتغل معاهم، انه انت عندك الحرية انه انت تشتغل مع شركات معينة او عملاء محددين، ويعني كلاينتس تانيين انه ما تشتغل معاهم بسبب ان هم بيغلبوا بالدفع او في مشاكل معينة بتكون موجودة معاهم. طيب، كذلك مفهوم الحرية ممكن انه احنا نقسم الاشخاص اللي بيشتغلوا عبر الانترنت للفئات التالية: انه فريلانسر بدوام كامل، انه فيش عنده شغلانة تانية الا انه هو يشتغل فريلانسر. هو بالمناسبة انت عندك عدد دوام، يعني هذا قانون العمل اللي عند اغلب الدول، طبعا بتراوح من دولة لدولة بين 35 ساعة في الاسبوع ل 40 ساعة في الاسبوع. ففعليا اذا انت بتشتغل اكثر من 30 ساعة في الاسبوع كفريلانسر، تقدر تعتبر حالك انه انت شغال فريلانسر بدوام كامل، تمام. في ناس بتشتغل كفريلانسر بدوام جزئي، بتكون اصلا زي حالاتي انا، انه اصلا بيكون هو بيشتغل في وظيفة معينة، تمام، وبيكون في اوقات فراغه ممكن يشتغل بدوام جزئي لوظائف تانية بما يتراوح من 5 ل 10 ساعات في الاسبوع. فبالتالي هذا انت بتعتبر حالك انه دوام جزئي. طبعا بتتعدد الاسباب، انه والله بده واحد بده يحسن مهارته في 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 شغله معينه، واحد بده يملأ وقت فراغه، واحد بده يحصل فلوس اكثر. فبالتالي هنا بتتعدد الاسباب، وحتلاقي في ناس كتير تشتغل بهذا النمط، تمام. وفي انا عندي النوع الثالث اللي هو التوظيف عن بعد بدوام كامل. هذا مش عمل حر، هذا انت بتشتغل لشركة ثابتة ومحددة وبتداوم فيها عن بعد براتب ثابت، وبيكون في ساعات محددة للدوام، تمام. وفي انت ممكن تشتغل لشركة، هذا مش عمل حر، ممكن تشتغل كشركة بدوام جزئي عن بعد. فبالتالي انت في عندك ساعات محددة، هنا انت ممكن تداوم 8 ساعات في اليوم، هنا ممكن تداوم ساعتين او 5 ساعات في اليوم، تمام، من 2 ل 5 ساعات في اليوم. فبالتالي انت يعني بتشتغل برضو براتب محدد لشركة معينة. فبالتالي انه برضو انت ممكن تلاقي انه في كتير ناس بتشتغل بهذا النمط، انه اصلا هي بتكون عندها وظيفة وبتشتغل عن بعد بدوام جزئي في وظيفة تانية. في ناس بتشتغل زي هيك، في منهم انه يعني بتقدر تعتبرهم انه هدول حيتان لفريلانسر، وبدخل عليهم مدخول كتير كويس. وبرضو في ناس هنا اشتغلت يعني بس نسبتها قليلة، يعني انه بحسب مشاهداتي 1 و3 نسبتها قليلة. في ناس برضو بتشتغل بنظام انه لشركة معينة بدوام كامل عن بعد، وخلاص بيريح راسه من الموضوع هذا، اوكي. انا بدي اتوقف قبل السلبيات والايجابيات، انا بدي اتوقف هنا، تمام، وبدي اترك المجال للاسئلة. انتم داخلين كلكم بالسماعات مش بالمايك، يعني اللي عنده مايك ممكن يفتح المايك ويسأل مباشرة، اللي ما عنده مايك ممكن انه ممكن انه يكتب السؤال تبعه على المنصة، او اذا في اسئلة انسألت يعني استاذ امير التلباني ممكن يساعدني فيها. في هذه الأثناء أنا بدي أحضر لكم استفتاء، إنه إحنا نستمر على منصة البي بي بي أو نختار الجوجل ميت، مش عارف يعني، أو أوكي يعني هذه النقطة بنحكي فيها فيما بعد. خلينا نشوف الأسئلة عشان ننهي المحاضرة. You are now muted. السلام عليكم، سمعيني؟
الو انسو ايوه نعم سامعينك تفضل. تمام. بالنسبه للاسئله مش شايف اسئله في الشات، كلهم بيحكوا عن الصوت بس ما حد سال اي سؤال. اوكي ايش يا شباب، في حد عنده سؤال حاجه اكتبه في الشات، تلاقي في فوق مكتوب بابليك شات، ادعس عليه بيظهر لك الشات. شوف You are now unmuted. شفت للشات بس ما في اسئله محدده. مش لاقي اسئله، ما في شيء. اوكي بتمنى انه يكون كل شيء واضح، وعلى هذا الاساس خلاص يعني انا بتصور انه انا عارف هذا الكلام اصلا، انه في اصلا منكم شغال كفريلانسر، لانه هذه القضيه احنا حنطرحها انه هو اصلا لا بتطلب شهاده ولا اي شيء انه يكون عندك المهاره، فبالتالي هاي المفاهيم انه بس انه مجرد تنبل ورتها بالنسبه لكم. اوكي ف انه يعني سؤال انتم شايفينه قوي، انه المحاضره مسجله او غير مسجله؟ اكيد بالطبع مسجله. اوكي اذا انتم شايفين هذا اقوى سؤال ممكن ينسال. خلص على هيك احنا انا يعني بننهي المحاضره، بس انا شايف كذا واحد بكتب، نشوف اذا في عندهم اسئله. ما فيش، بننهي المحاضره. مش هقدر اقول لك والله الافضل انه فريلانسر ولا وظيفه عن بعد، انا حكيت لك انه يعني انا بتصور انه انت لازم تشتغل كفريلانسر بحيث انه انت تحتك مع عده زبائن وتحتك مع عده مشاريع، تمام، وبعد فتره معينه الا ما تشبك بوظيفه عن بعد. اما اذا صح لك انه انت تشبك بوظيفه عن بعد بدري، هذا شيء كويس يعني، فاذا كان العرض كويس بالنسبه لك ممكن انت تروح باتجاهه، تمام، وساعتها بتصير انت بتشتغل كفريلانسر دوام جزئي في هاي المنطقة، تمام. فبالتالي انت اذا دومت عن بعد مع شركة معينة يفترض يكون 8 ساعات دوام، لكن باقي النهار انت ممكن تشتغل، عفوا مش هنا، مش هاي المنطقة، هاي هنا، تمام، ممكن تشتغل كفريلانسر دوام جزئي، يعني تشتغل كفريلانسر خفيف. فبالتالي انه يعني الأمرين متاحين إنه أنت تسويهم in parallel، يعني بالتوازي مع بعض. هو في العادة بيكون إنه يعني هذا بيعتمد إنه يعني مصطفى بيسأل إنه الدوام عن بعد لشركة معينة بيكون إنه حسب المنطقة الزمنية للشخص اللي بيشتغل ولا حسب الشركة؟ هذا كلام بيعتمد، يعني على سبيل المثال لو أنت بتشتغل بنظام سبورت، فبالتالي أنت بدك تتقيد بالمنطقة الزمنية اللي عندهم، فبالتالي يعني هم النهار بيبدأ عندهم وأنت بيكون في عندك ليل، فبالتالي أنت بدك تقدم دعم فني في النهار، فبالتالي لا دوامك بيكون إنه خلال فترة الليل. لو انت مثلا بدك انه يعني انه ده يعني طبيعة شغلك انه عبارة عن تاسكات معينة، المهم انه انت تشتغل 8 ساعات في اليوم بغض النظر كان 8 ساعات هدول في الصبح في المساء، فبالتالي بيكون فيها مرونة. وفي شركات بتقول لك انه لا انت لازم انه مش دعم فني ولا كذا، بس انه احنا لما نقول لك الو بدنا في اجتماع معين انه انت تكون متواجد، واحنا دوامنا من كذا لكذا، فبدك تكون موجود معنا. فبالتالي هذا بيعتمد انه حسب الشركة يعني. تمام، أحمد الكحلوت بيشتغل بنظامين، بيشتغل عن بعد لشركة وبيشتغل كفريلانسر، فبالتالي إنه الخيارين متاحين زي ما حكيت لك يعني. شو بخصوص التكليف يوم الأربعاء القادم، إيش مشكلته؟ انه انت بدك تعمل، بدك تسلم روابط البروفايل تبعك، فبالتالي البروفايل تبعك في الشغلات اللي احنا حددناها انه كان انت اوريدي عامله وجاهز، فبالتالي انه اتس دون فور يو. لكن اذا انت مش عامل مثلا بروفايل في منصه معينه، فيوم السبت يفترض انه يكون في عندنا جلسه متعلقه ب
إنشاء البروفايلات، ف يعني فبالتالي أنت يفترض إنه أنت تكمل البروفايلات تبعتك في المنصات اللي إحنا طالبينها يعني. لا، مطلوب منك عدة منصات، مطلوب منك عدة منصات، لأنه هشرح لك المحاضرة الجاية إيش السبب يعني إنه إحنا طالبين عدة منصات. المنصات المطلوبة هنشرحها يوم السبت إن شاء الله، يعني يوم محاضرة السبت إن شاء الله هنحكي إنه إيش هي المنصات المطلوبة. حددنا تقريبا 7 أو 8 منصات أصلا موجودة في الكورس أوتلاين أو في خطة المساق، اطلع عليها من فضلك هناك، ما تسأل أسئلة يعني إحنا أوريدي ذكرناها سابقا. صحيح، في شرح لطريقة عمل البروفايلات. احنا هنا يعني عمل البروفايل بالمنصة، احنا ما بنطلب منك انه انت تشتغل على هذيك المنصة، اكيد انه احنا بس بدنا اياك انه انت تعمل بروفايل هناك عشان تقدر انه انت تستعرض المشاريع وكل الامور هذه، لازم تعمل بروفايل. احنا ما بنطلب منك خلال فترة الكورس انه انت تشتغل هناك وتحصل وظيفة وشغل فعلا، احنا ممكن نطلب منك انه انت تقدم على شغل، تمام، ولكن مش بالضرورة انه انت فعلا تحصل وظيفة في تلك المنصة المطلوبة. أتمنى تكون الأمور واضحة هيك يعني. مش حكاية انه يعني جودة مطلوبة، يعني انا زي ما ذكرت لك انه بده يكون في عندك القدرة على استعراض مشاريع في منصة معينة، لازم يكون في عندك بروفايل ولازم يكون كامل، فلازم هاي الشغلة اجبارية انه انت تعمل كل الشيء يعني تعمل كل البروفايلات من المنصات المطلوبة. عن اي شرح بتحكي يا هشام؟ يا هاشم خلاص، هاي مصطفى جاوبك على السؤال. في أي أسئلة أخرى يا شباب؟ أي أسئلة إضافية؟ الله يعافيكم جميعا وبارك الله فيكم، وبنشوفكم إن شاء الله المحاضرة الجاية إن شاء الله. يعطيكم العافية.